يا شبعان من النوم يا مليان بالهموم. الأيام السودة علاجها النوم. موديل السنة. مكنة. مش كان نفسك في مكنة؟ خدني لفة زي زمان. اركب وسمي الله. مالك ياد من السوق زي الشيخ حسني كده في فيلم الكتكات؟ بلانش يعني. انا هنا اهو. فين في ايه يا هلال؟ مفيش حاجه. مين دول؟ مش دي عماره المؤيد الله يرحمها؟ تعالى معايا. تعالى مقل عينيك. البضاعه دي تعدي ال 100 مليون فلوس، لا ليها اول ولا اخر. تقدر تعتبرها كده مكافاه ماتش الاعتزال ليا وليك. انا قلت لك قبل كده يا هلال احنا سكتنا مش واحده. من دلوقتي لازم انتوا مسكتنا واحدة. افهم، انت اخويا اللي مش غيره من لحمي ودمي. تبقى اخويا وروح اشتري السند ولا اشحاته من واحد غريب؟ رجع الحاجة لاصحابها يا هلال. لو همك المصلحة بجد امان العيلة ما تحطوش في سكة خطر. فكرك يعني لو رجعت الحاجة دي هيسيبونا عيش؟ انا ضربت عيار لا شرخ لا رد في صدري وصدرك. صدري وصدرك دلوقتي بقينا احنا. انت عايز ايه يتغير؟ طول عمرك بتقول اتغير. لما جينا الفرصه واقف متنحلي. لو شايل مني من اللي حصل زمان اركنه الوقت على جنب. انت ناسي انت عملت فيا ايه انا ومرعي؟ عشان كده بقيت المعلم هلال. معلم على شويه كواحيل. لما انت مش طايقني كده قاعد معايا ليه تحت سقف بيت واحد؟ ليه؟ ما تفارقني يا جدع. انت بتطردني؟ قدامك يومين تلاتة ما اشوفكش في البيت، واللي ما انكواش بنار هلال تحرم عليه جنته.